جديد. شوف والله العظيم كون ما حملتش الكاميرا دروك، ما لبستش الكاميرا تاعي ودرت هذه الخطوه الاولى هذه اللي نهضر معكم دروك، ما كنتش راح الكاميري، والمده تاع الغياب تاعي تاع اليوتيوب كانت راح تزيد، لانه سبحان الله تبرمجت في راسي باللي ما ماشي وقتها باش ندير الفيديو، وعندي كامل الاسباب اللي يقولوا لي جواد مازال وقت الفيديو، ماشي دروك وقت الفيديو، لكن شغل تغلبت كاع على ديك الاسباب جواله، روحت درت الكاميرا وقلت راح ندير غير هذه المقدمه، شغل نحشيها روحي نخدع روحي، قلت راح ندير غير هذه المقدمه ونحط الكاميرا. فبعد هذه المقدمه تحمست باش ندير الفيديو، وتحمست باش نمشي ندير الفيديو وندير سلسله جديده كاع اللي سموها واش نخدم. شكرا. إذن خدمة تاني نهار اليوم راح تكون حول تطبيق دورداش. إذن كيفاش تدير باش تخدم هذه الخدمة؟ حاجة الأولى لازم تكون عندك السوشيال سيكوريتي نمبر اللي هاول الشكل تاعها. حاجة تانية أنه لازم تدخل تسجل معهم، تليشارجي الابليكاسيون تاعهم، ماشي تاع الكاستمر اللي دوموندي الماكلة، وإنما تاع الدرايفر، كاين زوج. كي تليشارجي الابليكاسيون تاعهم وتعمر جميع المعطيات تاعك ودير سيلفي لروحك وهذوك الاشياء، راح تدخل في الباك جراوند تشيك. واش معناتها الباك جراوند تشيك؟ انه راح يتشيكو لك، يعني يشوفوا واش راك داير، يعني يشوفوا السي في تاعك الى نقي ولا لا. راح تدي لك ما بين 3 ايام حتى الاسبوع، حتى الاسبوعين، نقولوا حتى الاسبوعين. بعد الباك جراوند تشيك خلاص صاي راك واجد باش تخدم. والوسائل اللي تقدر تخدم بها هي السياره، ولازم يكون عندك درايفر لايسنس بيرمي اكيد. حاجه ثانيه هي الالكتريك بايك ولا البايك الدراجه. الحاجه الثالثه تقدر تديرها ثاني على كريك. هذو ثلاث اشياء تقدر تخدم بهم. نحطكم هنا. اذا بسم الله على بركه الله نبدو يومنا تاع العمل. شوف حاجه اللي باين نوريها لكم علاش راني ناكل هذا برانا، لانه بيت بيكم حاجه انه هذه هي امريكان، يعني العمل يدي لك معظم الوقت تاع يومك، فراح يكون عندك نقص في الوقت، وراح يعني تدخل عندك واحد العقليه اللي انا ما نحبهاش وما نبغيهاش ونسي دائما نهرب عليها، اللي هي انه راح يردوا لك انه يبرمجوك على اساس انه تايم از موني، فتقعد تجري دائما مور الدراهم والوقت يقلال. فكل ما كان عندك وقت كبير تاع خدمه كل ما دراهم يزيدوا، يعني ما كاش ليميت. فهذا الشيء لازم نحذروا منه. علاش؟ ما لازمش تهملوا صلاتكم، اوقات صلاتكم ما لازم تهملوا صحتكم. الحمد لله بعد ما دخلنا يعني للسونتر تاع سان فرانسيسكو جاتنا اول ريكويست. واش معناها ريكويست؟ معناها اول طلبيه، اول حاجه نديروها ديليفري، فراح نديرها مع بعض. وراح نقول لكم سر مهم تاع هذه الخدمه لازم ديروه في بالكم، بصح ما راحش نقولها لكم دروك، كملوا معايا الفيديو دوك نوري نقولها لكم. فالطلبيه الاولى اللي جاتنا من ماكدونالد، يعني بعد ما توصل المكان راح تدير سلايد افتر ارايفل، يعني تسلايدي هكا بوب باللي وصلت للريستورون للمطعم هذاك، فراح يخرج لك الاوردر تاعه. لازم تشيكي عليهم، يعني دير باللي رفتهم، دير هكا ومن بعد دير سلايد افتر بيك اب، يعني باللي رفتهم سي بون، راك رفتهم من الريستورون، باش يعطيك لادريس تاع السيد هذاك اللي راح تديها له. الحمد لله يعني وصلنا الديليفري وكملنا. حاجه اش نديرو دروك؟ نديرو كومبليت ديليفري كونفيرم. هاي لا عطاونا 10 دولار، هو عطانا 5 دولار تيبس، ودورداش خلصتنا 5 دولار. فيا هاكا دروك رانا نقارعو في الديليفري وخد اخر. هاي لا جاتنا ديليفري وخد اخرى فيها 32 دولار اكسبت على ربي. اول مره تجيني ديليفري فيها ديليفريات بزاف، يعني ماشي وحده فيها بزاف، فراح نجربوها معاكم. ما على باليش انا بروحي راني نجرب معاكم. فيلا راح نروحوا المارين فود بانك دايركشن، يعني 9 دقائق منا. يلا وصلنا. هاي سير، هاي هاو ار يو؟ يو جود. بيك اب فور دورداش؟ يا. كان اي جيت يور نيم بليز؟ يا اوكي. جواد. اوكي.
And how many bags are you picking up today? I mean, the first time I... Okay, no problem. Here, so I gotta give you this real quick. Can you over there just slide to arrival for me? Okay. And then you should see how many bags are on there. Okay. Can you just count them for me, please? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bags. Okay. All right. So I'm gonna send you down that way. My coworker will wave you in, okay? Okay. I'm hoping he's there. So you see that car that just drove into that area? Oh, yeah, yeah. Yeah, you just drive into there, okay? Oh, okay, thank you so much. So I'm gonna give this to you. You gotta just show them that you've been checked in here. Pretty okay, good. Thank you okay, so much. Thank Thanks, you. I appreciate that. ليفل 10 تاع ناس في خطره فراح ندروك ندوهم كاع في خطره نديرهم هنايا ومن بعد نبداو نديليفرو بالوحده. I can help you if you want. It's heavy. All right, okay. You're welcome. Thanks. Bye-bye. إذن تقريبا الفتره الصباحيه راهي قريب تكمل راهي 12 والخطا اللي درته هنايا واللي مانيش باغيكم ترتكبوه وبالعاني درته باش نوريكم انه شوفوا يعني درت ديليفري واحد كلفني تقريبا ساعتين يعني دالي قاع وقت الفاتور والثمن تاعه كان فقط 30 دولار يعني كنت قادر اني نخدم زوج ديليفريات برك في عوض ما ندير 10 تاع لي ديليفري في خطره. انا ما اول مره نجرب هذه الحاجه فلازم شغل تخدمو ماشي هارد تخدمو هارد يعني تخدمو سوايع بزاف من الصباح حتى الليل لكن تخدمو سمارت يعني كيفاش سمارت بذكاء فكاين كيفاش تخيروا لي ديليفري تاعكم راح نقولها لكم في اخر الفيديو كيفاش تخيروا لي ديليفري الملاح يعني حاجه بسيطه وسهله فراح نزيدو نكملو يعني لحد الان رانا دايرين زوج تاع لي ديليفري ماكدونالد ب 10 دولار ودرنا ديليفري اللي شد لنا اكثر من ساعتين وطاونا فيه وفيه تعب يعني طلع الدروج هود في 10 تاع الباك وكلفنا يا ربي 30 دولار ويكوننا قادرين نديروا اكثر فمازال رانا نكتشف سر هذه المهنه فيلا بسم الله. ما دام كملنا الفترة الصباحية باش نعطيكم معلومات عليها باش نكملوا معاها لازم تفهم دورداش يعني الابليكاسيون تاع دورداش كيفاش تخدم باش تعرف وين تروح وكيفاش تدي لي زورد الاوردر تاعك. دورداش تخدم انه المكان اللي تكون قريب ليه مثلا درايفر اللي يكون قريب على ذاك المطعم هو اللي يعطوه الاوردر فانت مثلا انا راني حدا هذه القهوة سموها بيتس كوفي وهذه مليحه بزاف في الصباح يعني تروح تقاري حداها يجوك لي ديليفري بزاف كاين هي ماكدونالد وكاين واحد لي ريستورون ما على باليش الا كاين في كاع امريكا لكن لي ريستورون تاع البريكفاست يعني اللي يقدموا البريكفاست فهذه مليحه بزاف كي تروح حداها سما انا راني اولى من درايفر راه بعيد فلازم تعرف وين تقاري هذه هي المفهوم لازم تعرف وين تقاري باش تدي الاوردر الملاح فمثلا انا هنا في الفتره المسائيه على حساب ما عرفت وما ديش تجربه هكا من الناس اللي خدموا كاع باسكو شغل دي تجربه باش نجي نشاركها معاكم فتعلمت فهذه كاين واحد الطريق راهي منا راهي غير قريبه ليا سموها ديفيزاديرو ستريت هذه ديفيزاديرو معمره بلي ريستورون سما الفطور كي تجي تقاري حداها راح تدي اوردر راح تدي فانا نجي نقاري هنايا علاش لانه كاين ريستورون هنا وخد اخر سموه ارتي روتيسوري هذا ارتي روتيسوري يجيوك الاوردر غير اللي كسار وفيهم دراهم بزاف ف يعني مجمل القول انك تعرف وين تقاري فسقسي باسكو انا شغل هذا الفيديو راح يروح لعامه الناس اللي راح يجوا لامريكا فما على باليش ستيت اللي راك فيها واش فيها يعني لي ريستورون اللي ملاح ولا البلايص اللي ملاح فسقسي اللي يخدموا كيفك اللي يخدموا دورداش ولا ديليفري بالماكله عموما وسقسيهم قول لهم الاماكن اللي ملاح فروح قاري فيهم فهذه هي. وفي هذه اللحظه وانا نقارع الديليفري انقطع الصوت لكن هنا كنت راح نقول لكم انه وصلتني يعني ديليفري وصلني دوك يبان على الشاشه بالثمن 11 دولار وهذا الديليفري يديك لواحد الجزيره يعني برا على سان فرانسيسكو تقريبا راح يديك
الكاتراس شوفوا 11 دولار فقط وش عال من مايل يعني تضرب يعني تخرج كاع من سان فرانسيسكو. فقلت لكم بلي ما لازمش تدوا هاد الاشياء كيما هكا، لازم تعرفوا كيفاش تخدموا سمارت بذكاء. شوفوا موراه مباشره راح يجيني ديليفري وخد اخر في المكان اللي كنت فيه، يعني المطعم اللي كنت حداه واللي كنت باغي ندي منه ديليفري دوك يظهر الان. شوفوا شعال الثمن تاع الديليفري وشعال يعني ها هو لاجا ب 16 دولار، تخيلوا 16 دولار وفيه تقريبا مايل ونص، يعني 6 دقائق ولا 7 دقائق ولا حتى 10 دقائق تاع سوقه. فهذا اللي قلت لكم انكم تخدموا يعني سمارت، لازم تعرفوا تصيدوا لي ديليفري. فالطريقه اللي تخيروا بها الديليفري سهله، لازم تشوفوا من ثلاث نواحي. الناحيه الاولى انه المايلج، يعني شعال المسافه تاع هذا الديليفري. الحاجه الزوجه اكيد الثمن شعال راح يعطيكم، والحاجه الثالثه انه اسكو راح يبعدكم على المكان تاع لي ريستورون والمطاعم ولا راح تولوا بالخف، يعني المسافه سما المسافه والثمن. اذا قبلنا هذا الديليفري وراح نوصلوه بسم الله. الرقم تاع الباب بالخف، يعني كاين اخطاء راح توقعوا فيها وممكن تدي لك وقت وجهد، راح نفهمكم. يعني المبدأ سامبل. شوف كاين هنا راه يقول لك احنا رانا نحوسوا على 58، كاين هنا راه يقول لك 52 50. ممكن انت تقعد تمشى في دي الطريق رايح جاي تحوس على 51 ما تلقاش، لكن دائما كي يكون الرقم ماشي كاين، يعني 52 50 51 يكون دائما يكون اون فاس ليه، تسمى 51 يكون دائما اوهاره 51 ديجا والله لا حول. تسمى كيما تشوفوا شي رقم متقطع عرفوا راه في الجهه الاخرى تاع منا، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. وحاجه واحده اخرى ثاني راكم تشوفوا 50 52 52 50، معناه منا شرح كاين راح يكون اعداد ناقصه 49 51 راهي ملهي 49، وحنا نحوس على 58 تسمى 52 راح نروحوا ملهي. علاش؟ لانه هذا الشيء مهم بزاف في الليل، قادر يدي لك بزاف وقت وجهد وما تعرفش رقم الباب، فراح نتبعوا منا نحوسوا على 58. يعني حاب نوريكم كاع لي ديطاي باش اي واحد يجي يخدم هذه الخدمه ما يسقسي حتى واحد، يعني يعرف كل شيء. هايله 60 58، اذا 59 وين راهي؟ راهي في الجهه الاخرى، لكن حنا راح نحوسوا على 58. وحاجه واحده اخرى ثاني باش تعرف يعني لادريس نيشان، لازم تقرا الانستراكشن. واش معنى تاع الانستراكشن؟ في كل ديليفري يعني مول الدار راح يدير لك انستراكشن، يقول لك حط حدا الباب، يقول لك كاين كيما قريت في الديليفري هذا قال لي كاين دروج طلع فوقه في الايطاج الزاوج راح تلقى الباب، وها ولا دروج راح نطلعوا فوقه. سما الانستراكشن هذه اللي تقراها في الديليفري جايه في الابليكيشن، كاين اللي يقول لك حطها لحدا الباب، يعني مانيش باغي الكونتاكت مام كورونا، رانا في كورونا، يقول لك حطها لحدا الباب وصور لي تصويره. وكاين اللي يقول لك ما دير ما تصوني ليش يكون عندها غراوين ولا سما، لازم تقرا هذيك الانستراكشن. علاش؟ لانه هذا الانستراكشن كون ما تقراهاش وما ديرش واش قال لك، فهذا راح يكلفك انه الريتينغ تاعك يعني الدرجه تاعك تاع دورداش راح تهود، وكل ما هودت كل ما قادر يحبسوها لك في اي لحظه. فدائما لازم تخلي الريتينغ تاعك طالع، يعني هو يديروا 5 على 5، يعني 5 نجوم، سما دائما لك تخليه 4 فاصل ما لكش يهود تحته. فهذه أشياء مهمة جدا لازم تديها بعين الاعتبار. 58 إذن تقريبا الفترة الصباحية كملت، يعني الفطور والقهوة تاع الصباح، يعني على جوية الزوج تاع الحشية كما قلت لكم تبدأ ترقد، جوية الوحدة الزوج تبدأ ترقد. واش راح نديرو كما قلت لكم في بداية الفلوغ، ما تخليش يعني الأموال تقعد غير تجري موراها، فكاين حاجات يعني أولى من هذا الشيء واللي هي الصلاة بالطبع. فاش راح نديرو؟ الماء تاعنا راح نتوضو وراح نصلو. اوه لا اله. اذا بعد ما صلينا الظهر جانا ديليفري حوالي 6 دولار 2 مايلز. كون جاني هذا الديليفري مع 11 12 ما راحش نقبله، لكن جاني في هذا الوقت. علاش؟ لانه بدات ما توليش بيزي، يعني الزوج ثلاثه اربعه الناس ما تاكلش، غالبا اللي يخدموا هذه الخدمه يدوا بريك في هذا الفتره. فانت كي يجيك واحد تاع 6 دولار 5 دولار حتى قبله، لانه ما راهش كاين ديليفري. اذا وصلنا هاري 28 35، كيما قلت لكم قروا الانستراكشن واش يقول. هو راه يقول باللي خلوه لي حدا الباب، انا ما نبغيش نحطها هكا حدا الباب هنايا، يعني ماكله. فدائما نحوس على مكان اللي ممكن تشوفنا فلاتر هاي، نخلوه هنا خير احسن ما نخلوه في الارض. ولازم كي يقول لك حطها لي حدا الباب ب
بالسيف عليك تصوره يعني بروف بلي نديرو كومبليت ديليفري تيك فوتو تيك فرو 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 هيا نديرو لها هيا نخبطوها بوحده وايد انجل اي والله يوز كومبليت ديليفري كونفيرم هاي لست دولار. إذن الساعة تشير إلى الثانية زوالا راهي زوج ونص شوفوا خرجونا من الأب دروك ما نجموش نخدمو هلا شوف كما قلت لكم هذا الوقت يعني يكون سلو بزاف دي فوا تقدروا تخدموا فيه دي فوا يخرجوكم سما دروك لازم ندير سكادجول واش معناها سكادجول معناه أنه يعني ندير موعد يعني نعطيهم الساعة اللي نبدأ نخدم منها حتى لوين تنكمل احيانا كي تكون بيزي يعني تكون مليحه ما تسحقش في اي وقت تقدر تدير داش ناو معناها جايه من دور داش داتش هو الفعل داتش ناو يعني تبدا ديليفري دروك ودروك ما نجمش تما درت سكادجول حتى الوينتا حتى 5:30 تحشيه حتى 8 9 10 هذاك الوقت ونسيو نكملوا الحشيه ثاني كاش معلومات هكا نزيدها لكم مع الحشيه ونشوفوا شعال في نهارنا كاع شعال هذه الخدمه شعال تجيب منها اموال في اليوم الواحد هذه في النهايه تاع الفلوج لكن بغيتكم تعرفوا انه يعني هنا في سان فرانسيسكو مثلا البيز يعني كل ديليفري يخلصوا عليه 5 دولار يعني ما يقدوش ديليفري لا بغى مولاه يعني يقولوا ما عطاكش تيبس فيعطوك 5 دولار هي الحاجه التاليه اللي تنجم تديها من الديليفري بصح كون تروح فقط هنا المكان واخد اخر مثلا ديلي سيتي هنايا على بعد 20 دقيقه ولا يخلصوا البيز هذاك 3 دولار ثم هذا يعني الاختلاف تاع الاموال يختلف يعني من مدينه لمدينه فتلقى يعني كيما نقولوا الريت هذا طالع تاع الدراهم وين في سان فرانسيسكو نيويورك هذو المدن الكبيره لكن مع نفس الوقت واش تلقى ثاني طالع تلقى طالع الرانت فكاين ايكيليبر يعني كون تروح تسكن في ديلي سيتي راح تخلص رانت قليل وتخلص قليل فهاك امريكان هذا هو السيستم يعني هذا هو السيستم كل ما كانت الدولة فيها فرص عمل المدينة مثلا فيها فرص عمل كبيرة ويخلصوا أحسن كل ما كان المستوى المعيشي طالع هاكم تشوفوا هنا فكاين توازن فكاين الناس اللي تحب أنه تروح تعيش في هذو الأماكن كما سان فرانسيسكو نيويورك هذو الأماكن يعني يعني اللي سيتي هذو الناشطين وكاين اللي يبغي يروح الأماكن اللي كالم يكون فيها خلصة يعني قليلة فرص عمل قليل لكن الرانت وهذوك الاشياء قليل يعني هنا كلش غالي في سان فرانسيسكو الماكله الرانت ولكن الخدمه مليحه يعني تقريبا كيما نيويورك ولا احسن منها بشويه فيا ما علينا غير نصلوا ونكملوا في الليل يعني نكملوا نديكم كاع في النهار هذا اليوم نكملوا هذه التجربه ونروحوا تجربه اخرى وعمل اخر اذا بدينا الفتره المسائيه هذا الديليفري السادس والله شوفوا زادتنا 2 دولارات نورمالمون 10 جاتنا 12.25 يعطاتنا تيبس بزاف 7 دولار قوري والله هذا اول ديليفري تحشيه ثانك يو سو ماتش Are you hungry, bro? You want a pizza? You hungry? You want a pizza? Yeah. Yeah? Okay. يعني هنا الهوملس بزاف يعني ندير لكم فيديو عليهم باسكو لازم فيديو باش نوريكم يعني مسكين نعطو البيتزا Hey buddy. Thank you. It's burrito. It's really good. I enjoy. Thanks. وصلنا الى اخر الفيديو اذا انا ننصح الجميع اللي جاي جديد يعني اللي جاي جديد انه مباشره يدير يعني مبلغ الا باغي يخدم هذه الخدمه يدير مبلغ يوخر مبلغ تاع 1200 دولار 1500 دولار حتى 1600 دولار علاش هذا المبلغ يشري به بيسكليت واش من نوع بيسكليت الكتريك بايك يعني اللي تتمشى بالالكتريسيتي يعني تشارجيها فهذه الالكتريك بايك مليحه بزاف راح تعاونك علاش لانه كي تجي نتايا بالمره الاولى ما راحش يكون عندك درايفر لايسنس
وقادر المدينة اللي تكون فيها تستحق بايك أكثر من لوطو. راح تدير لي ديليفري بالخوف وتربح الوقت. معلومة تانية وخذ أخرى، ما كانش برك دور داش، راح نستفهم لكم قاع واش تنجم تخدم. فالمرتبة الأولى يعني المليحة قاع هي جراب هاب. جراب هاب هذه صعيبة باش يقبلوك، علاش؟ يدخلوك في لاليست داتونت وتقارع بزاف، لأنه عندهم ديلي درايفر قلال ويخلصوهم غاية. جراب هاب في المرتبة الأولى إلا قبلوك راك فريتها. الحاجة الزوجة أنا نشوف المرتبة الثانية جي بوست ميت. لا بوست ميت وخري على خوتك، خليهم يدغرو، انت تالية. إذن تجي موراها دورداش. علاش دورداش؟ لأنه شريت زوج تاع لي كومباني دورداش، تسمى كاين دورداش وكافيار، زوج تاع لي كومباني في خطرة على بها تكون بيزي. في المرتبة الثالثة نفس دورداش تقريبا، واللي هي أوبر إيت، مليحة تاني بزاف. في المرتبة الرابعة والأخيرة بوست ميت، هذه غير في فوتوا. إذن واش ننصحك تاني نصيحة أخرى، نصيحة ثالثة مهمة جدا، أنك تقدر تخدم، نقولوا ما حلولكش جراب هاب، تقدر تخدم دورداش وأوبر إيت في نفس الوقت، بصح لازم تكون حذر. علاش؟ لازم تشوف يعني الماب وين راح تديك، يعني دورداش ديليفري تاعك وين راح يديك، وأوبر إيت وين راح يديك. إلا راح يدوك نفس المكان تقدر تروح بالخفيف، يعني لازم تلعب خفيف، تديهم في رحبة وديليفريهم في رحبة، وهكا يكون أموال أكثر. النصيحة الرابعة وهي أنه كما قلت لكم لازم تقرأ ديليفري، لازم يعني تعرف كيفاش تصيد لي ديليفري. وممكن تسقسيني تقول لي جواد هما يرسلونا لي ديليفري وانا ما نقبلهش، قادر يحبسوني؟ لا، كي ما تقبلش الديليفري يعني ما تخربش، خليه يفوت، يعني يعطوك واحد 40 ثانيه باش تقبله، خليه يفوت ما تخربش، ينعد ميست، ما ينعدش كانسل، ما ينعدش باللي رفضته، ينعد باللي ما قبلتهش. لكن كنت قبله وتروح الريستورون ولا في الطريق تبدل رايك، هنا ينعد باللي رفضته، وهذه مشكله. قادر ترفض 3-4 تقبل وترفض، يعني تقبل اكسبت الديليفري بعد ترفضه ما تروحش ديره، 3-4 قادر يحبسوا لك الابليكاسيون. هذا هو اللي يمشي مليحه، قادر في اي لحظه يحبسوها لك، لانه علاش؟ دائما يعطوا الحق للكاستمر. فلازم تحذر من هذه النقطه وتحافظ على الريتينغ تاعك. فاذا جاك ديليفري وما عجبكش خليه يفوت، يعني عادي نورمال. النصيحه الرابعه ولا الخامسه، انه دائما دير سكيدجول، يعني دائما هما يمحوا لك باش دير سكيدجول من على 3 ايام افونس، ما دائما دير سكيدجول، لكن وين تديره؟ على 12 تاع الليل. سما 12 تاع الليل يحلوا سكيدجول جديد فتحكمه، فدي فوا كي تكون سلو ما راحش تقدر تخدم، فلازم دائما افونسي سكيدجول تاعك. النصيحه السابعه، انه ما تضيعش وقتك، يعني راح تدي وقت كبير، يعني ممكن تسوق، يعني يومك كان سوق، فهذاك وقت يعني راه تامين بزاف، ما تضيعش. كيفاش ما تضيعش؟ اسمع لي بودكاست، والله العظيم لي بودكاست يدوك يعني في عالم اخر، وش غرك في لوطوتك ولا مش عارف، انا راك داير كيتمان صغير، داير هكا تسمع لي بودكاست وانت راك ديليفري، ويعني تبحر في كيما نقول لك في الادب، في الفن، في التاريخ، في قصص، اسمع اللي تبغيه. المهم بروفيتي من هذوك الساعات تاع السياقه واسمع حاجه اللي تنفعك. وصلنا لاخر واهم نصيحه. بون، شوف هذه الخدمه تقدر تخدمها يعني بارت تايم، يعني تخدم خدمتك الاساسيه وتزيدها هذه يعني كاضافه، يعني في الليل تخرج ديليفري شويه، دير هذيك مصيرفه صغيره هذيك، وتقدر تخدمها يعني فول تايم، يعني تقدر تكون هذه خدمتك. لكن رجاء يعني شفتوا هذه الخدمه يعني تقريبا راح تدي في يومك، بون راح ندير لكم افرج من $100 حتى $200. فرجاء يعني كي تخدم هذه الخدمه ولا خليتها يعني خدمتك هي الاساسيه، ما تخليهاش هذا هو صاي، هذا هو حدك في الماريكان، صاي راني نخدم في خدمة تاع ديليفري، راني يخلصوني مليح، راني نقدر ناكل، راني نقدر نخلص الران تاعي. فلا، ما تخليش طموحاتك هكا، ما تخليش روحك ساهل هكا، يعني اطمح. الى عندك باش تقرا اقرا، الى عندك باش تحل مشروع حل مشروع، يعني دائما خلي طموحاتك، ما تقنعش. هنا القناعه تجي، القناعه كنز لا يفنى، ما على باليش. الى قنعك هذا الشيء، انا من منظوري انه راك في امريكا بلاد الفرص، زيد قرا، زيد حوس على فرص اكبر واكبر، وراك تخدم. يعني ما تخليش دورداش ولا اوبر ولا اي حاجه هادو وما همك الاكبر ولا هما خدمتك وخلاص. ايوا السلام عليكم، فوت فيهم يعني حياتك، كارير تاعك قاعد تقضيها فيه. وكان هذا يعني خدمتنا لنهار اليوم، مازال خدمات بزاف راهم جايين. الى عجبكم هذا الفيديو، لكن هذه الخدمات اللي راهم جايين بناء على الدعم تاعكم، الى دعمتوا هذا الفيديو وشفت انه قبول وعجبتكم الشرح وفاتكم راح نزيدكم. إلا شد شوية شوية راح ندير شوية شوية، فهذا كل شيء عليكم. إلا دعمتوا هذا الفيديو راح نزيد أنا لأنه والله راه يدي لي وقت بزاف باش نتعلم الخدمة، باش نوريها لكم، باش نصورها لكم، وباش ندير لها مونتاج، وكل شهادة نديرها وحدي. فادعمني، ادعم جواد، أنت بطاري تقول دعمني، بطاري تقول دير جامولك، طقوس طقسوا الله يطقسكم، هذه هي طقوس، احنا طقوس، احنا خلوها طقوس، فطقسوا الله يطقسكم وما تنسوش طقوس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سلام.